خطوة جادة نحو الإصلاح وتقليص الإنفاق الحكومي، هكذا وصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني وتقليص عدد الوزراء الاتحاديين من 31 وزيرا إلى 21. ووفقا للقرار الجديد، فقد تم تسمية معتز موسى رئيسا للوزراء بدلا عن بكري حسن صالح الذي سيحتفظ بمنصبه كنائب أول للرئيس. المعاليات الاقتصادية تحتاج إلى كثير من المعاليات في عدة جوانب، لكن ابتدر السيد الرئيس هذه المعاليات بمبادرة لتغليص الجهاز التنفيذي على كافة المستويات. هذه الوزارات سيتم إلغاء ودمجها في الوزارات بصورة أساسية خفضا للإنفاق وللتكلفة. الرئاسة السودانية بررت قرارات البشير بحالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية والحاجة لخفض الإنفاق الحكومي وتشكيل حكومة فاعلة ورشيقة. هناك تحديات سياسية في إنهاء حالة الاحتراب والاختناق والاستقطاب السياسي الموجودة في البلاد والترتيب لمرحلة جديدة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، ترتيب للتسوية السياسية تدخل البلاد لمرحلة الانتخابات والانتقال السلمي إلى السلطة وإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإدارة الأزمة الاقتصادية التي عجلت بالإطاحة بالحكومة السابقة. قرارات البشير تتزامن مع أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد، اتسعت معها دائرة التذمر والاحتجاج على الأداء الحكومي، إذ تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعات قياسية مع تراجع كبير لقيمة الجنيه السوداني، كما برزت أزمات في توفير الخبز والوقود، هذا فضلا عن حالة الاحتقان السياسي واستمرار الحرب في بعض المناطق بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو واقع يضع الحكومة المقبلة أمام تحديات وصعوبات جمة لتجاوزها.